أصدقائي الأعزاء، أهلا بيكم في دردشة فنية. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك وتدوس اشتراك وتفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. احنا النهاردة هنتكلم عن فنان من أعمدة السينما المصرية، من مؤسسين السينما المصرية. هو مخرج ومؤلف ومنتج وكاتب سيناريو ومكتشف نجوم. هو الفنان الكبير أنور وجدي، اسمه بالكامل محمد أنور يحيى الفتال وجدي، من مواليد حي الظاهر يوم 11 أكتوبر 1911. غير الكلام المتداول على بعض المواقع وبعض القنوات انه من مواليد 1904، لا، هو من مواليد 1911، من أسرة متوسطة الحال. والده كان تاجر أقمشة وكان سوري من حلب، وأم مصرية. والده تعرف عليها أثناء الإقامة في مصر وكان عنده محل أقمشة. وكان أنور وجدي وحيد على 3 بنات، عشان كده أبوه دخله مدرسة الفورير الفرنسية اللي هي مدارس ولاد الزوات، برغم أنه كان راجل على قده. وكان أنور ولد شقي جدا ودايما يعمل مشاكل في المدرسة، وكل المدرسين كانوا بيشتكوا منه، وكان أبوه دايما يضربه، وكان دايما يتردد على شارع عماد الدين من كتر شغفه بفن التمثيل. وكان حلم حياته أنه يبقى فنان مشهور زي مشاهير السينما الأمريكية. وفي مرة طقت في دماغه ان هو يسافر امريكا، واخد واحد صاحبه من المدرسة وركبوا القطر اللي رايح على بورسعيد، وهناك عملوا نفسهم شايلين في المينا ويحولوا الصناديق ويدخلوها البخرة. وفي الاخر كل واحد فيهم استخبى في صندوق، اتكشفوا وخدوهم ودوهم القسم. وعشان هم عيال صغيرين الضابط حولهم على القسم اللي هم تابعين ليه. راح ابوه طلعه من القسم واعطاله علقه محترمه وقال له انت مش نافع لا في مدرسه ولا في اي شغلانه ولا في اي حاجه، ودايما تعبني وعامل لي مشاكل، لو ما اشتغلتش وجبت فلوس من شغلك مش هتدخل البيت تاني. راح انور وجدي مسرح يوسف وهبي وكان عايز يدخل يقابله، اللي واقف على باب المسرح طرده. انور يسكت ابدا، يعني هو بني ادم لحوح الى اقصى درجه. وفي الاخر راح للرجيسير قاسم وجدي اللي هو مسؤول عن الكومبارس، وفضل يتحايل عليه وناقص كمان يبوس ايده علشان يشغله كومبارس مع يوسف وهبي. وفي الاخر الراجل وافق ودخله كومبارس مع يوسف وهبي، واشتغل كومبارس صامت في مسرحيه رزبوتين. وهنا يوسف وهبي لمح في انور وجدي حته الجراءه والذكاء مع الموهبه. وانور كان شغال في مسرح يوسف وهبي وكان بيشتغل عامل نظافه في محطه الاذاعه الاهليه، وكان يحب يقرا كتير جدا، وكان كل روايات يوسف وهبي كان بيحب يقراها كلها. مش بس يحفظ دوره، كان بيحفظ الرواية كاملة، لأن كانت بصته بعيدة جابها من تحت الصفر. كان شعلة نشاط وعنده استعداد يشتغل 24 ساعة، وكتر قرايته للقصص والروايات ده ساعده كتير بعد كده انه يكون مؤلف وكاتب سيناريو. ولما يوسف وهبي اعجب بأداء أنور وجدي لما عمل معاه كذا عمل مسرحي، قدمه لأول مرة في فيلم أولاد الزوات سنة 32 وكان في دور كومبارس. وأول ظهور حقيقي لأنور وجدي كان من خلال فيلم الدفاع سنة 35، وده برضه كان بطولة يوسف وهبي. وأنور وجدي في الفيلم ده كان دوره كبير. ومن بعد الفيلم ده توالت أعمال أنور وجدي من سنة 35، وعمل مشترك كوجه سينمائي شاب جان في دور الشاب المستهتر أو الشرير اللي بيكون في خمرات وفي صلاة القمار وكده. وسنة 39 اشترك أنور وجدي في فيلم العزيمة، ودي كانت نقلة كبيرة في حياة أنور وجدي الفنية، وده كان بطولة حسين صدقي وفاطمة رشدي. الفيلم ده طلع من أحسن 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وده كان أول فيلم مصري يجسد الواقعية من خلال الحارة المصرية ومعاناة الشعب المصري في ذلك الوقت بشكل فني وواقعي، وده من إخراج رائد الواقعية الأول كمال سليم، وكان أنور وجدي واخد دور كبير. ومن خلال الفيلم ده اسم أنور وجدي سمع بشكل كبير، وبدأ أنور وجدي يتنقل وياخد بطولات. القلب له واحد، وده كان أول ظهور لصباح، وعمل فيلم مع عائلة راتب ومع مدحة يسري ومع أم كلثوم وأسمهان، بطولة أمام هؤلاء النجمات بس كانت أدوار خفيفة، اللي كان بيطلع دور الولد الجان اللي بيحب بطلة الفيلم. ولكن فرصة عمره وانطلاقته الحقيقية كان من خلال فيلم ليلى بنت الفقراء سنة 45. في اللحظة دي كان أنور وجدي مجرد نجم شكله حلو
زي محسن سرحان، زي محمود الفكار، يعني زي هؤلاء النجوم في ذلك الوقت. وجدت فرصته انه يشتغل مع ليلى مراد في فيلم شهداء الغرام، وكان بطل الفيلم امام ليلى مراد هو ابراهيم حمودة، وكان انور وجدي طالع صديق البطل. وكان اشتغل قبل كده مع ليلى مراد يعني فيلم ليلى بنت الريف، واشتغل معاها دور تاني وتالت. واثناء تصوير الفيلم ده بتاع شهداء الغرام قال لليلى مراد: بقول لك يا مزمزيل ليلى، انا معايا قرشين وهم تحويشة عمري، ومعايا سيناريو لفيلم، عندك مانع ان حضرتك تشترك معايا؟ فقالت له: ماشي ما عنديش مانع، بس انت عارف انا اجري كام؟ انا واخده 12,000 جنيه في فيلم شهداء الغرام، في الفيلم ده انا هاخد 15,000. انور وجد بقى راح وقع من على الكرسي، وفضل بقى يتمحلس ويفاصل معاه يمين شمال. المهم هي وافقت انها تاخد 12,000 جنيه، ما رفعتش اجرها. تخيلوا 12,000 جنيه سنة 44، ليلى مراد ما كانتش الأعلى أجر في تاريخ السينما المصرية بل والسينما العالمية. يعني أحمد رمزي وشكر سرحان وعمر الشريف في فترة الخمسينات الواحد فيهم كان أجره 400 جنيه، ده فترة الخمسينات. ليلى مراد سنة 44 كان أجرها 12,000 جنيه، ورفعت أجرها ل 15,000. فالمهم هي وافقت على 12,000، وقال لها ان المخرج كمال سليم هو اللي هيخرج الفيلم. هي قالت: كمال سليم كويس. واثناء تصوير الفيلم تعب المخرج كمال سليم وراح المستشفى، فليلى مراد قالت لانور وجد: ايه رايك ما تخرج انت الفيلم؟ ما هم مخرجين كتير اشتغلوا معانا كانوا بيجربوا فينا وبينجحوا. فشجعته ليلى مراد واقتنع انور وجدي واخرج الفيلم، واصبح الفيلم قصه انور وجدي وانتاجه واخراجه وبطلته. واثناء تصوير الفيلم صارح ليلى مراد بحبه ليها وطلب ان هو يتجوزها. يا ابن الجنية، حلنج حلنج يعني، هو عارف ازاي يخليها تحبه. وقال لها: انا هعمل لك فرح العالم كله هيشوفه، وفي نهاية الفيلم ان البطل هيتجوز البطلة. ده كان فرحهم بحقه حقيقي، ان هي بتغني في مشهد جوازهم العين في العين والروح بالروح، اغلى حبيبين واهنى حبيبين. كان فرح حقيقي وعدم صحفيين. يا ابن الجنية يا انور، شوفوا ضرب كام عصفور بحجر، عمل فرح من غير ما يدفع ولا مليم، وده مشهد ختامي في الفيلم. يعني وفر مصاريف الفرح ان هو حتى يجيب لهم سندوتش كفتة ولا قطعة جاتوه، وجاب الصحفيين يصوروا علشان يكتبوا في الجرايد. ودي كانت اكبر نجمة في مصر، وده في حد ذاته اكبر دعاية للفيلم. يعني وفر الفلوس اللي هيعمل بيها الدعاية، زائد انه تجوز ليلى مراد الفرخة اللي هتبيض له ذهب. ده غير ايه بقى؟ انه ما دفعش ال 12,000 جنيه، ما خلاص بقى اصبحت مراته. وبعدها اصبح انور وجد نجم شباك كبير، وعملوا ثنائيات رائعة زي فيلم قلب دليلي وعنبر وحبيب الروح وليلى بنت الاكابر وغزل البنات، واستمر جوازهم 8 سنوات. وتلاقي هنا ان اول فنان اطلق عليه فتى السينما الاول كان انور وجدي، واول ثنائي في تاريخ السينما المصرية كان انور وجدي وليلى مراد، واول افلام يطلق عليها كامل العدد كانت افلام انور وجدي. اول فنان مصري صنع التوليفة الجماهيرية في الافلام، كان عنده من الذكاء انه يعمل الافلام فيها الحبكة وفيها الدراما وفيها الغنى وفيها الاستعراضات وفيها الكوميديا. التوليفة اللي تخلي المشاهد يدخل يستمتع بكوكتيل، وده اللي شفناه في افلامه زي مثلا فيلم غزل البنات. تعرفش تصنفه هل هو فيلم غنائي ولا رومانسي ولا فيلم ميلو درامي ولا فيلم كوميدي. انور وجدي جمع فيه اكبر حشد من النجوم، وكانوا في عز مجدهم كلهم دول في فيلم واحد. يعني انور هو المخرج وهو المنتج وهو اللي كاتب قصة الفيلم، وظهر مشهدين بس. هنا انور وجدي مهموش حجم الدور قد مهمه انه يصنع فيلم للتاريخ، واصبح هذا الفيلم الايقوني الاخلد والاعظم في تاريخ السينما المصرية. وايضا فيلم ذهب، دي قصة درامية جدا، طفلة ابوها يتخلص منها ويرميها قدام باب جامع علشان امها فقيرة، ياخدها شاب فقير بيكمل عشاه نوم وقاعد في اوضة بالايجار، ياخدها ويربيها ويقطع من لحمه علشان يأكلها، داقوا الفقر والجوع مع بعض، قصة مأساوية. أنور وجدي قدر يطلع منها فيلم فكاهي غنائي استعراضي كوميدي. إيه العبقرية دي؟ معاها الطفلة المعجزة فيروز اللي هي من اكتشافه، واسماعيل ياسين في الوقت ده كان بياخد بطولات ونجمه بدأ يعلى، جابوا معاه. وجود اسماعيل ياسين هيضيف للفيلم، والفيلم نجح نجاح ساحق،
وفي المعنبر ايضا استعراضي غنائي رومانسي كوميدي، وفيه التوليفه المتكامله اللي كان بيعملها انور وجدي في افلامه، وكان مجدد جدا وعنده افكار، وكل مرة يفاجئ الجمهور بشكل مختلف سواء في أفلامه أو في الأفلام اللي كان بينتجها وما يشاركش فيها. هو كان عنده شركة إنتاج، شاف شادية في بدايتها كانت منطلقة فأنتج لها فيلم ليلة العيد، وكانت بطولة مشتركة مع إسماعيل ياسين وشكوكو، وأنتج فيلم ليلة الحنة لشادية وكمال الشناوي. الفيلم ده كان سيناريو وإخراج وإنتاج أنور وجدي، وقال مقدمة الفيلم بصوته. وبعد نجاح فيلم ليلة العيد لشادية وكان معها إسماعيل ياسين، أنور وجدي أنتج له فيلم المليونير سنة 50. الفيلم ده سيناريو وإنتاج أنور وجدي، والفيلم نجح وكسر الدنيا، وأنتج له في نفس السنة فيلم البطل مع شادية وتحية كاريوكا، وأصبح إسماعيل ياسين نجم شباك يتهافت عليه المنتجين. فيروز جابها له إلياس مؤدب وهو اللي دربها على إيديه ونمى موهبتها. فيروز وقتها كانت طفلة معجزة، قدر أنور وجدي يخلي اسمها ينور. تخيلوا انه فاجأ الجمهور بطفلة عمرها 8 سنين، تقيه الجراءة والعبقرية دي، جراءة انه ينتج فيلم الطفلة وتكون هي محور الفيلم واسمها يتصدر الافيش، العبقرية ان يخلي الجمهور يتبهر بيها والفيلم يبقى باسمها زي فيلم ياسمين وفيلم ذهب، وانتج لها فيلم اسمه فيروز هانم بس ما كانش انور وجدي مشارك فيه، واسمها كان متصدر الافيش ومكتوبة أول اسم. يعني كان فنان ذكي وسابق عصره بكتير ومجدد بشكل كبير، وهو كان بيشوف مين اللي منور ويساعده ويفيده، وفي نفس الوقت هو برضو بيستفاد منه. فريد شوقي لما شافه مع يوسف وهبي في فيلم ملاك الرحمة، أخده معاه في فيلم قلب دليلي والنمر وأمير الدهاء وعنبر وغزل البنات وشباك حبيبي. ولما نجح وعمل القسط حسن سنة 52، أخدوا معاه في فيلم خطف مراتي، وأخدوا معاه في فيلم ريا وسكينة. هند رستم جابها كومبارس في فيلم غزل البنات هي ودليدة، علشان نعرف إن الراجل ده عنده بعض نظر، دققوا كده في أغنية اتمخطري وتميل يا خيل، وتشوف ليلى مراد راكبة حصان ومعاها مجموعة بنات، جاب هند رستم جنبها على يمينها ودليدة على شمالها. فدلوقتي لما تتفرج على الأغنية دي بتلفت نظرك هند رستم، وهو برضو اللي اكتشف سميرة أحمد، خلاها طلعت في مشهد صغير في فيلم حبيب الروح، وبعد كده اداها دور البطولة أمامه في فيلم ريا وسكينة. وفي فترة الخمسينات بقى بدأ يغير جلده تاني ويفاجئ الجمهور بالجديد، عمل فيلم الوحش وريا وسكينة. أنور وجدي واحد من صناع السينما، ويعتبر هو فريد شوقي ونور الشريف اللي أعطوا للسينما بمختلف فروعها، قدموا جميع الأنماط وقدموا مخرجين جدد. يعني حسن الصيفي كان مساعد مخرج مع أنور وجدي، أنور وجدي منحه الفرصة أن يخرج له فيلم خطف مراتي، وساعد فنانين كتير وبقوا نجوم من وراء أنور وجدي زي شادية وإسماعيل ياسين وسميرة أحمد وفريد شوقي وغيرهم، وقدم أعمال مع معظم نجمات السينما في فترة الخمسينات مع ماجدة وشادية وفاتن حمامة، عمل معاها فيلم قلوب الناس. الراجل ده لو ربنا كان مد في عمره 10 سنين كمان كان أبدع أكتر من كده بكتير، حتى لو ما كانش هيمثل كان هينتج للنجوم الشباب أمثال شكر سرحان وعمر الشريف وأحمد رمزي، وكان هيكتب لهم وهينتج لهم وهيخرج لهم زي ما عمل مع كمال الشناوي. وبرضه بذكائه الشديد هيفضل محافظ على نجوميته وعلى مكانته في وسطيهم. وكان يقال إن أنور وجدي كان بخيل ومادي وظلم ليلى مراد، لكن المخرج حسن الصيفي قال كلام غير كده، قال الناس بتقول على أنور وجدي إنه بخيل، لكن هو كان كريم جدا وكان بيدي أجور الفنانين بسخاء، ما كانش بياكل فلوس على حد، وكان بيجيب كومبارس كتير ورقصات عشان يهتم بالاستعراضات اللي في الفيلم، وكانت أفلامه بتبقى مكلفة وإنتاج ضخم. ده كلام حسن الصيفي. فممكن يكون أنور وجدي مش بخيل ولكن حريص، دي نبذة عن حياة أنور وجدي الفنية. بالنسبة لحياته الشخصية، هو اتجوز 3 مرات. الزيجة الأولانية كانت الفنانة إلهام حسين اللي غنى لها عبد الوهاب أغنية بلاش تبوسني في عينيا، وما طولوش مع بعض. الزيجة التانية هي الفنانة الجميلة ليلى مراد، ودي كانت وش السعد عليه، وعاشوا مع بعض 8 سنين، وكان أنور هو الزيجة الأولى في حياتها، وكانت بتحبه بإخلاص، ورغم كده عانت منه كتير، ويقال إن الله يرحمه كانت عينه زيغة، ويقال إنه ما كانش يديها أجر على أفلامها معاه رغم إنها كانت أعلى أجر، بس أفلامهم مع بعض يكون هو المنتج
والمخرج، ويقال انه كان بيضربها، ولما كانت تعمل فيلم مع شركة انتاج غير بتاعة انور وجدي كان بيسقيها المرار، ما كانش عايزها تفلفص من تحت ايده، وهي برضو عايزة تشتغل مع منتجين اخرين ومخرجين اخرين علشان الاجر اللي تحصل عليه تاخده. عملت فيلم المجنونة والماضي المجهول وورد الغرام، بس انور وجدي كان لازم ينكد عليها فطلقها 3 مرات. اول مرة كان بسبب الكمون، احمد سالم المخرج عرض عليها في فترة من الفترات انها تشتغل معاه، وراح لهم البيت وقال لها انا جايب لك مشروع هايل يا ليلى، والتاني انور وجدي قاعد بيغلي، انت ازاي تروح تشتغل مع حد تاني منافس لشركتي، انت كده هتخسريني. قالت له يا انور انا شايفة ان العرض بتاعه كويس، وايه المانع، وبعدين احنا متفقين من الاول ان انا ممكن اشتغل مع ناس تانية. قال لها مدام انت مصرة على كده انا اسيب لك البيت وهمشي، وفعلا ساب البيت 3 اسابيع على اساس ان يستغل حبها ليه اللي هو نقطة الضعف بالنسبة لها. احمد سالم لما عرف ان فيه مشاكل وفيه خناقة بينها وبين انور وجدي راح عامل دعاية للفيلم، انتظروا الفيلم القادم السندريلا ليلى مراد، واحنا تعاقدنا مع محمد فوزي ان هو يلحن الاغاني اللي في الفيلم، وعمل دعاية ضخمة للفيلم. انور وجدي رجع البيت وليلى مراد نايمة، قعد يكسر في المطبخ ويكركب فيه وهو متضايق. هي بقى صحيت فقالت له فيه ايه يا انور؟ قال لها مفيش كمون في البيت يا هانم. قالت له ماله يا انور؟ نبعت نجيب كمون. قال لها لسه هنبعت نجيب كمون؟ طب روحي وانت طالع. هي قالت له شكرا وراحت لمت شنطتها ومشيت. هي كانت خجولة جدا وطيبة لأقصى درجة، بس تقدر تقول ان الماديات تدخلت في الحب اللي ما بينهم والمصالح ابتدت تتعارض. هو عنده شركة انتاج وعايز يكسب، وهي المنتجين كانوا بيعرضوا عليها اجر عالي ومنتجين كبار وفي افلام تقيلة. المهم المقربين ليهم صلحوهم على بعض ورجعوا تاني، ودي كانت الطلقة الاولانية. الطلقة التانية علشان هي ما بتخلفش، برغم ان كان العيب فيه هو مش فيها، ورغم ذلك كانت بتتكسف انها تصرحه ان هي ما فيهاش حاجة، وبرضو رجعوا لبعض تاني، ودي كانت الطلقة التانية. الطلقة التالتة بقى علشان ظبطته بيخونها مع واحدة فرنسية، وكان واخد لها شقة في الزمالك، فلبست ملاية لف وعملت نفسها ان هي بنت فقيرة، وراحت للبواب وقالت له الاستاذ انور فين؟ قال لها انت مين؟ قالت له انا الغسالة. قال لها هو في غسالة تيجي دلوقتي بعد نص الليل؟ قالت له لا انا جاي اتفق معاهم. قال لها الاستاذ انور في الدور التالت. فطلعت وسمعت صوتهم وهما بيضحكوا مع بعض وبيتكلموا مع بعض بالفرنساوي، فراحت منتظرهم تحت. نزل انور وجدي لقى ليلى مراته في وشه، حس بذهول، فقالت لهم تعالوا اركبوا معايا العربيه انا عازماكم على العشاء انتوا الاثنين. قعد على الترابيزه وانور وجدي والفرنساويه كانوا قاعدين مكتومين، محدش فيهم نطق بكلمه، ولما روحوا البيت ما فتحتش بقها، دخلت نامت على طول. صحيت الصبح الساعه 7 لقيت انور وجدي قاعد في المكتب ما نمش من ساعتها، لمت هدومها وقالت له طلقني يا انور. قال لها طب اهدي. قالت له لا، بعد اللي شفته امبارح وخيانتك ليا ما ينفعش اعيش معاك، طلقني. وقالتها وهي بتضحك عادي. قال لها انت مبسوطه وبتضحكي؟ قالت له علشان انا كسبت الرهان وطلعت صح. قال لها رهان ايه؟ قالت له الناس كانت بتقول انك جدع، لكن انا قلت انك انت ما عندكش قلب، وفعلا كسبت الرهان. خلاص بقى من كتر اللي عمله معاها رصيد حبها نفذ، حتى ابنها زكي فطين عبد الوهاب قال انا ما بحبش انور وجدي. الزيجة التالتة هي الفنانة الجميلة ليلى فوزي، كانت عرف عليها في فيلم مصنع الزوجات وحبها جدا وتقدم لوالدها، ولكن والدها رفض انور وجدي لان في الوقت ده كان انور وجدي بيطلع في الادوار التانية وهي كانت مشهورة، ده غير انه كان معروف عنه انه بتاع ستات، فابوها رفض وجوزها لعزيز عثمان وكان اكبر منها باكتر من 25 سنة. وانور وجدي اشتغل بقى ونجح واتجوز ليلى مراد وعمل شركة انتاج، وبعد ما طلق ليلى مراد رجع لحبه القديم تاني اللي هي ليلى فوزي، وكانت وقتها هي متطلقة من عزيز عثمان وعملت معاه فيلم خطف مراتي، واثناء الفيلم ده اتفقوا مع بعض على الزواج. وسنة 54 تعب انور وجدي وسافر لباريس علشان يتعالج، فاتصل بيها وهي سافرت له على هناك فاتجوزوا في باريس،
وقضوا مع بعض 9 شهور منهم 4 شهور شهر عسل، ولفوا العالم، راحوا روما وراحوا باريس وراحوا لندن، وكانوا مبسوطين جدا مع بعض. والمرض بدأ يشتد عليه لأن والده مات بنفس المرض، وإخواته البنات ماتوا برضو بنفس المرض، يعني كان هو مرض خطير بيجع الكلى، ما بيبانش على الشخص غير لما يكبر، وللأسف ملوش علاج. وكان أنور وجدي بيشتهي بعض المأكولات ونفسه ياكلها، وكانوا الدكاترة محرجين عليه الأكل ده لأنه خطر على حياته، فالفلوس اللي عملها ما نفعتوش بحاجة ولا قدرت إنها تعيشه ولا تشفيه من مرضه. افتكر بقى أيام الفقر لما كان بيقول يا رب اديني المال ومش مهم الصحة. قبل المرض ما يشتد عليه كان عايش في عمارة الأموبيليا، وقال لها أنا مش هخليك تسكن في شقة كان عايش فيها حد قبل كده، فاشترى ليها فيلا في الزمالك، وجاب مقاول بقى علشان يعمل لها ديكورات وأعمال تشطيبات، وباع شقة الأموبيليا. اتصل أنور وجدي بالشغال علشان يسلمهم الشقة، وسافر السويد لدكتور كان لسه مخترع الغسيل الكلوي، وابتدى يعمل غسيل كلوي هناك، ويقال ان كان عايزين يركبوا له كليه صناعي ولكن اتوفى هناك. وليلى فوزي كانت مصدومه ومنهاره، ما لحقتش تتهنى معاه، ورجعوا في طياره وهي راكبه فوق وهو تحت في النعش. ولما رجعوا مصر كانت شقه الاموبيليا باعها لبركات، والفيلا ما كانتش اتشطبت فروحت على بيت ابوها، وكانت طبعا مكسوره ومنهاره. وكان تاريخ وفاته يوم 12 مايو 1955 عن عمر يناهز 44 عام. عاش نصها يبحث عن مأوى ولقمة عيش، وفي النص الثاني من حياته عاش ملك متوج على عرش هوليود الشرق السينما المصرية، وعاد جثمانه إلى القاهرة التي طلب أن يدفن بها، حيث استقبلوا نجوم الفن في المطار، وظل الصندوق الخشبي للجثمان في مدخل عمارته، فذهب إليه الفنان والمنشد محمد الكحلاوي الذي وجدوا ملفوف بشاش، فاصطحبوا إلى مسجد عمر مكرم حيث قام بتغسيله والصلاة عليه وتكفينه ولفه بكفن جديد. وخبر وفاته كان صادم للوسط الفني كله لأنه كان صغير 44 سنة وكان لسه في قمة مجده وفي قمة عطائه، والكل حزن عليه وتعملت له جنازة مهيبة. وادي صور جنازته، شايفين يوسف وهبي وفريد شوقي وعبد السلام النابلسي في حالة حزن شديد. وقالت ليلى فوزي ان امه واخواته كانوا وحشين معاها، وقالت ان هم كانوا طمعين ووحشين جدا حتى مع بعض، انا كنت من بعيد وبتفرج عليهم، ما كانش فيه خلافات معايا لان كنت بعيد عنهم ومش بحتك بيهم، انما نتيجة اللي هم كانوا بيعملوه في بعض خلاني سبت كل حاجة. وكان فيه شقة في اسكندرية كانت باسمه، راحوا وطمعوا فيها واخدوها، وانا سبتهم منع للمشاكل. ومات انور وجدي وما خدش حاجة معاه، حتى ما خلفش ولد يحمل اسمه، وكل ثروته اللي عملها اتخانقوا عليها اخواته، حتى المقبرة بتاعته محدش بيروحها ولا حد بيروح يزوره من اخواته يقرأ عليه الفتحة ويترحم عليه. رحم الله الفنان الكبير انور وجدي. عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة. جورج ابراهيم.